أول مدرسة مشرفونا في الاستوديو من محافظة القاهرة، نرحب كلنا بمدرسة ستيم للبنات بالمعادي. مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا بالمعادي تم إنشاؤها عام 2012، تهدف إلى رعاية الطالبات المتفوقات في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا. توفر المدرسة أنشطة مختلفة لرعاية المتفوقات والموهوبات والمشاركة في مختلف المسابقات الثقافية والعلمية داخل البلاد وخارجها. تتبنى فلسفة التعلم عن طريق المشروعات، حيث يتم تقسيم الطالبات لمجموعات عمل تنفذ مشروعات علمية مختلفة. هيمثل مدرسة ستيم بالمعادي 8 بنات في ماتش النهاردة، وأول واحدة فيهم بسملة كمال. فكرة المشاركة جت من مشاركتي في الموسمين اللي فاتوا عائلات، وإن كان في بنات في المدرسة فعلا عندها الشغف إن هي تشارك في البرنامج، فجمعنا بعض واقترحنا على المدرسة ودخلنا التصفيات وبدأنا إحنا نقسم المجالات علينا كل واحد في نقاط قوته، لحد ما ربنا كرمنا وجينا هنا الحمد لله. آن أحمد. احنا معتمدين على بسملة النهارده في فقرة تحت الضغط، وقدرنا نساعدها بان احنا قدرنا نجمع اكبر عدد ممكن من المعلومات ونساعدها ان هي تجاوب باسرع شكل ممكن. بسملة زهران. شعوري كأول مرة اشارك في البرنامج حقيقي شعور لا يوصف، بس هي مسؤولية كبيرة وان شاء الله نظهر بصورة مشرفة وتبقى حاجة كويسة لينا في المستقبل. أمنية عبد الظاهر. اكتر حد شجعنا على المشاركة في البرنامج هي بسملة كمال، لان مشاركتها في سيزون العائلات خلاها عندها باك جراوند كويسة عن البرنامج، وهي اشتغلت على تجميع التيم واختيار انسب ناس، وكمان هي اللي ساعدتنا على التجهيز للمشاركه. المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا ستيم، الحمد لله على السلامه. 10 مواسم علشان ستيم تشارك. لازم اقول لكم الحقيقه، احنا كان عندنا مشكله مع ستيم، كان دايما البنات والولاد عايزين يشاركوا، ولكن الاداره القائمه على ستيم كانت بترفض، واحنا كنا زعلانين جدا ان انتوا مش قادرين تشاركوا معانا. ولكن في الموسم العاشر اعتقد ان بسملة نجحت في انها تحصل على الموافقة، فانا لازم احييكي، برافو عليك يا بسملة. طبعا ستيم مدارس كبيرة ومدارس مهمة جدا، والشراكة في البرنامج بالنسبة لنا كمان مهم. بسملة قوليلي خدتي الموافقة ازاي؟ هو البداية ان احنا كان عندنا رغبة في المدرسة ان احنا عايزين نشارك من بنات كتير، وكان في بنات بتجهز اصلا للبرنامج من باب حب الثقافة مش من باب ان انا هدخل في مسابقة. فعرضنا على ادارة المدرسة، وادارة المدرسة صعدت الامر لستام يونت اللي هي مسؤولة عن كل مدارس ستام في الجمهورية، ويعني انا ألحيت شوية بجانب الخبرة اللي خدتها في الموسمين اللي فاتوا، فده كان عامل الموافقة الحمد لله، يعني قدرنا نيجي النهاردة. منورنا في الاستوديو. طبعا انتوا هتفتحوا المجال بقى لكل مدارس ستيم تقدم، يعني انتوا فتحتوا الباب خلاص. تمام، جميل جدا. بسملة اشتركتي في عباقرة العائلات الموسم الاول والموسم الثاني، العباقرة بيمثلك ايه؟ والله لو العباقرة غير كتير قوي في شخصيتي، من شخص منطوي شوية لشخص فعلا بيشارك الحاجات اللي هو بيحبها او بيشارك الحاجات اللي بيقرأها مع الناس، بيشارك شغفه مع الناس بشكل عام. ودي كانت بس استني منطوي ازاي؟ يعني احكي لي كده على السي في بتاعك، منطوي ازاي؟ بتلعبي جيتار وبتلعبي بيانو وبتلعبي تنس، وفي حد منطوي هيلعب كل الالعاب دي؟ دي حاجات فرديه بس. مفيش حد بيتدرب لوحده. صح. بسملة حلمك ان انت تشتغلي في تسلا. اه. وانا مش هستغرب لو في يوم من الايام لقيتك بتشتغلي هناك. قولي لنا اشمعنى تسلا؟ أو أنا كنت عايزة أشتغل في تسلا كميكاترونكس إنجينير، وهو قسم ميكاترونكس هو قسم يعني بقاله فترة على الساحة، وهو يعني هو المستقبل بحد ذاته، وأنا شايفة فيه إن أنا بقدر أعبر فيه عن شخصيتي ومهاراتي بشكل مريح، فيعني هي دي منطقتي. بسم الله ما شاء الله، بتمنى لك كل التوفيق يا بسملة. آخر سؤال ليكي، إيه اللقب اللي أنت بتحبيه واللي حصلتي عليه من العباقرة؟ هداف الموسم الثاني. جبتي كام نقطة؟ 435. جابت 435 نقطة لوحدها في موسم كامل، برافو عليك يا بسملة. آن بسملة وأمنية، برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي مدرسة ستيم المعادي.